جوج ثلاثة. أنا ستي صفة زهرة، حاصلة على دبلوم الملتقى الدولي بفاس. حضرت عدة مهرجانات واخترت هذه المهنة لما فيها من إبراز المواهب وأنوثة المرأة المغربية بصفة عامة. مناسبة عيد الأم كنتوجه أول شيء للأم الحبيبة ديالي الشكر والتهنئة، وكنوجه تهنئة لجميع الأمهات المغربيات بهذه المناسبة، وتنقول لهم كل عام وأنتم أمهات مغربيات سعيدات. بالنسبة للمهنة ديال الحلاقة فهي مبقاش بحال الحلاقة اللي كانت ديال الناس ديال زمان اللي كيقول خشومة وعيب، ولا بالعكس هي ولات خصها دراسة وبحث عميق باش يمكن كتحصلي على دبلوم وتحصلي على نتيجة أفضل لجمال المرأة وتوجديها في أبهى حلة، سواء كانت عروس للزوج ديالها أو كانت امرأة عاملة للعمل ديالها أو فتيات طالبات اللي كيخصهم تا هما يكونوا في أبهى حلة. وباش تحصلي على نتيجة أفضل ضروري من دراسة مكثفة وأبحاث عميقة سواء في ميدان البشرة أو الشعر أو الجسم بصفة عامة، فهذا كله كيطلب بحث، كيطلب دراسة، وكيطلب درسي مواد باش تقدري تخرجي الزبونة ديالك في أبهى حلة وتكون راضية على النتيجة اللي وصلتي عليها. اخترت هذه المهنة هذه أول شيء عن حب، ثاني شيء عن اقتناع، ثالث شيء خدمنا واجتهدنا وبدعنا فيها، حضرنا المهرجانات منهم مهرجان مراكش ومهرجان طنجة باش نكونوا دائما مواكبين للعصر والعولمة والبرودوي جدادين وأي حاجة نكونوا حنا متطورين فيها، لأن هاد المهنة هذه خصها بحث طويل وديما تكوني مواكبة العصر ومواكبة الموضة، شنو الجديد شنو اللي كيصلاح، أي حاجة كتخص الزبونة ديالك خصك تكوني دائما واجدة باش توجهي ليا النصائح، سواء على بالنسبة للبشرة ديالها بالنسبة لهذا. خدمتنا ماشي أننا تسريح وتجميل، ولكن حتى إعطاء نصائح وشوفوا الزبونة كنرشدوها شنو اللي غيصلح ليها وشنو اللي ما غيصلحش، شنو اللي غيجي معاها وشنو اللي هو لا. بالنسبة للزبائن اللي كيجي الزبونات اللي كيجيو عندنا هنايا، سواء كانت باغا تقص أو باغا تصبغ، فحنا ديما كنوجهوها شنو هي القصة المناسبة للوجه ديالها والفورمة ديالو، شنو هو اللون المناسب اللي غيضيف الجمال ديال البشرة ديالها إشراقة كبيرة. بالنسبة حاليا كنوجد واحد البحث بالنسبة لمادة الكيراتين اللي هي دايرة إشعة كبيرة، أن شي كيقولك أورام سرطانية شي هذا، فحنا كنبحثو وكنشوفو شنو هي الأسباب وشنو هي الأضرار وشنو هي النتائج السلبية ديال كل مادة على حدة، من ضمنها هاد مادة الكيراتين اللي هي دايرة قنبلة في هاد المجال هذا في هاد الوقت هذا. من بعد مشاركتي في مهرجانات وطنية وحصولي على عدة جوائز، إبداعي في هاد المجال هذا خلاني نحاول نتألق أكثر ونفكر بأنني نشارك في مهرجانات دولية باش نواكب العصر ونواكب الجديد بالنسبة للمرأة المغربية ونبرز إبداعات المرأة المغربية في هذا المجال هذا من حلاقة وتجميل وإبرازها في أبهى حلة. في النهاية كنشكر فاس نيوز على هذه الفرصة اللي تحت ليا باش نسلط الضوء على هذه مهنة الحلاقة والتجميل وما لها من مجهودات جبارة، لأن احنا ما كنجيوش ونخرجوا المرأة هكاك زوينة، كنبذلوا كثير من المجهودات، وكنناشد كل فتاة مغربية ماشي ضروري يكون عندها دبلوم، ماشي ضروري يكون عندها تعليم عالي، بالعكس تلتجأ لأي نادي أو مدرسة حلاقة وتتعلم هذه المهنة هذه، لأنها مهنة زوينة بزاف وكيخصها مجهودات، يكفي أن تكون عندها موهبة.